بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا بارت 2 أو الجزء الثاني من فوكاب ستادي بالنسبة للدرس الأول والثاني من يونت 2 من كتاب المعاصر فوكابلري ستادي. فوكابلري ستادي يعني دراسة الفوكاب، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للبارت نمبر 1 verbal calculations اللي هي متلازمات لفظية achieve فريستس يعني يحقق الريادة أو يكون الأول في تحقيق إنجاز معين، بنسميها achieve فريستس. attend a school يعني يدرس في مدرسة. attend a school يعني يدرس في مدرسة. attend a school. break down stereotypes and prejudice يعني يقضي على الأفكار النمطية. break down معناه يتعطل، ولكن كexpression بيجي مع stereotypes and prejudice معناه يقضي على الأفكار النمطية. break down stereotypes and prejudice prejudice يعني يقضي على الأفكار النمطية. bring attention to يعني يلفت الانتباه لي. bring attention to يعني يلفت الانتباه لي. bring attention to. defy prejudice يعني يتحدى التحيز. defy prejudice يتحدى التحيز. defy يعني يتحدى. prejudice اللي هو التحيز. stereotypes اللي هو يتمرد على الصور النمطية. هنا المينينج ديفاي هنا معناه يتمرن على stereotypes اللي هي الصور النمطية. define stereotypes يعني يتحدى اللي هي أو يتمرن على الصور النمطية. do طبعا بتيجي مع job، وبرضو بتيجي مع كلمة أو work يعني عمل، سواء work أو job أو homework أو housework بيجي معاهم do، أو do an activity اللي يعني أو do exercise أو do sport يعني أي حاجة متعلقة بالرياضة برضو بيجي معاها do. do an activity. do some research يقوم ببحث. do some research. do sports يعني يمارس رياضة. do sports. بالنسبة لكلمة generate يعني يولد كهرباء. generate electricity يولد كهرباء. generate معناها يولد، وجاي منها كلمة generation اللي هي جيل. generate يعني يولد، مشتق منها كلمة generation اللي هو جيل. generate electricity يعني يولد كهرباء. have a difficulty يعني لديه صعوبة أو يواجه صعوبة. have a difficulty have an impact يعني له أثر أو له تأثير. have an impact يعني له تأثير. have a difficulty يعني يواجه موقف صعب. have a difficulty. بالنسبة عندنا give the confidence يعني يمنح الثقة. give the confidence يعني يمنح الثقة. make a contribution to يعني يساهم في، يبقى كلمة contribution بيجي معاها make a contribution to يعني يساهم. make a decision يعني يقرر. make a speech يعني يلقي خطبة. make a speech يبقى كلمة speech بيجي معاه make. make history يعني يحقق مجد أو يصنع تاريخ. make history make medical treatment يعني يقوم بالعلاج الطبي. make medical treatment عندنا make a contribution make a decision make a speech make history make medical treatment. بالنسبة ل obtain يعني يحصل على a PhD اللي هو طبعا الدكتوراه. philosophy of طبعا هنا doctors اللي هو الدكتوراه. obtain a PhD. obtain يعني يحصل على. receive a big reaction
receive يعني يحصل، أو هنا معناها يتوصل إلى a big reaction يعني مردود قوي. receive a big reaction. receive a scholarship يعني يحصل على منحة دراسية. receive a scholarship. recognize contribution to. recognize يعني يعترف، أو هنا يعترف بالcontribution إسهامات. recognize contribution to. recognize contribution to. require strength. require يعني يتطلب قوة. require strength. require strength يعني يتطلب قوة. require win a scholarship. win a scholarship يعني يفوز بمنحة دراسية. win a scholarship يبقى عندنا receive a scholarship يعني يحصل على منحة دراسية، أو win يعني يفوز بمنحة. في عندنا receive وفي عندنا win. win a scholarship أو receive a scholarship. وفي عندنا win an award. win an award يعني يفوز بجائزة. win an award. بالنسبة للchoice عندنا number one confidence اللي هي الثقة. helps pioneers بتساعد الرواد. space first طبعا هنا give first ولا achieve first طبعا هنا يصبح رائد في مجال. قلنا ايه achieve first. achieve يعني يكون الرائد او له الريادة. achieve first. many women space prejudice against women nowadays طبعا هنا have define break down b and c. ممكن نقول عندنا هنا ديف بريجيدس يعني يتحدم التحيز، او بريك داون. بريك داون بريجيدس طبعا هنا طبعا define بريجيدس يعني يتحدى التحيز، او بريك داون بريجيدس يعني يقضي على التحيز. يبقى عندنا letter D B and C يعني يقضي عليها أو يتحداها. fans اللي هم المعجبين are supposed to space their stars اللي هم نجومهم confidence not attacking مفروض ان هم يعني يمنحوهم الثقة مش ان هم يتحدهم. طبعا هنا make confidence اسمها make confidence give confidence ولا achieve confidence ولا do ولا make confidence. طبعا هنا give their stars confidence. give يعني يمنحوهم الثقة. give confidence. صلاح the visit to the charity يعني زيارة صلاح للجمعية الخيرية. is pays attention to the importance يعني عطى أهمية ل طبعا اهتمام لأهمية donations التبرعات to help poor people لمساعدة الفقراء. طبعا هنا had ولا defied يتحدى ولا brought طبعا هنا bring attention يعني منح اهتمام أو أعطى اهتمام. I was the first in my town to space the AUC scholarship أنا أول واحد في مدينتي أفوز ب المنحة. طبعا win ولا give ولا recognize ولا قلنا scholarship ممكن receive يعني يحصل على أو win. طبعا هنا أول واحد في مدينتي يبقى يفوز بها. فريال أشرف space history in 2021 توكيو أولمبيكس طبعا هنا made history يعني صنع التاريخ. طبعا هنا made history يعني صنع التاريخ. The impact تأثير role models يعني القد المثل الأعلى أو الأمثال العليا لنا. have won young people in is great. have ولا define ولا break down ولا generate طبعا هنا letter A have on يعني ليه تأثير على young people in great is great يعني تأثيرهم على الشباب is great عظيم. يبقى هنا have اسمها have the impact on يعني له تأثير على have the impact. دكتور زويل سبيس several contributions to science and technology طبعا دكتور زويل يعني أسهم طبعا هنا made several contributions يبقى قلنا contributions بيجي معها made several contributions يعني أسهم ب أو أعطى أو أعطانا إسهامات كثيرة أو شارك بإسهامات كثيرة في العلم والتكنولوجيا. The activities students طبعا activities بيجي معاه دو. The activities students do at school help them improve their skills طبعا activities do. بالنسبة للسينونيمز اللي هو المترادفات
confidence يعني الثقة، عكس طبعا مرادف لها trust برضو ثقة، believe اعتقاد أو reliance اعتماد. يبقى عندنا كلمة confidence، trust، believe، reliance. reliance defy defy طبعا يتحدى، define challenge يتحدى، resist يقاوم، disobey يعني لا يطيع. يبقى defy challenge resist disobey، prejudice يعني انحياز أو تحامل، bias يعني طبعا هنا تحيز، partiality يعني جزئيا، discrimination اللي هو تفرقة discrimination، win يعني يفوز، triumph يعني يفوز أو انتصار، victory برضو انتصار. يبقى عندنا win اللي هو الفوز نفسه الناون، triumph انتصار أو victory. بالنسبة للantinomes يعني الantinomes اللي هو المضاد، beat يهزم، lose to طبعا beat يهزم، الأوبزيت منها أو العكس منها lose to. confidence قلنا الثقة مع عكسها distrust يعني انعدام الثقة، doubt الشك، uncertainty اللي هو الشك uncertainty، defy اللي هو يتحدى، surrender أو give up، surrender يعني يستسلم، أو give up يعني يقلع أو يستسلم، defy اللي هو معناه يخالف أو يعصي، obey يعني يطيع، follow يعني يتبع، equality المساواة، equality inequality يعني عدم المساواة، inequality prejudice اللي هو التحيز. الميل ميل يعني ذكر، ميل أو ذكوري، ميل عكسها فيميل يعني أنثي أو نسائي، فيميل. mental يعني عقلي أو ذهني، mental عكسها physical يعني بدني، physical. win اللي هو فوز، win عكسها loss يعني خسارة، loss اللي هو الخسارة، loss. equality in rights and doubts، equality in rights and duties is the basis of democracy، أساس للديمقراطية. the antonym of equality in this utterance is طبعا هنا عكس كلمة democracy inequality يعني عدم المساواة، inequality prejudice اللي هو التحيز، B and C طبعا هنا B and C. you can defy two armed men on your own يعني ما تقدرش تتحدى شخصين مسلحين بنفسك. the word defy يتحدى in this sentence can be replaced ممكن نستبدلها ب resist يعني يقاوم، أو give up ولا obey يطيع، ولا give up يعني يقلع، ولا عندنا surrender يعني يستسلم، طبعا هنا resist يقاوم. سما beat me in chess، سما يعني هزمتني في chess، this means I beat سما in chess، أنا won يعني فزت عليها، triumphed يعني انتصرت، lost يعني خسرت، gained يعني اكتسب، طبعا this means I lost to سما، I lost يعني خسرت أمام سما، lost يعني خسر، طبعا سما هنا هزمتني يبقى معنى كده إن أنا إيه خسرت. I have absolute confidence in what he says أنا عندي ثقة مطلقة في اللي بيقوله. the antonym of confidence يعني عكس كلمة confidence here. trust طبعا هي ثقة زيها، doubt اللي هو الشك طبعا هنا doubt. your win يعني فوزك has made my day يعني أسعدني، your win has made my day يعني أسعدني. the word win in this sentence or in this context gives an antonyms meaning to طبعا الفوز هنا عكس كلمة victory الانتصار، تريمف برضو انتصار، ولا lose ولا loss طبعا هنا loss لأنها ناون، وطبعا العكس منها لازم يكون نكون، لكن lose ده verb فعل. بالنسبة للderivatives المشتقات عندنا award يعني يمنح، award أو award اللي هي المنحة نفسها أو الجائزة، awardee اللي هو الشخص الفائز بالجائزة، awardee. award winning يعني فائز بجائزة، award winning. contribute to يعني يساهم أو يشارك، contribution مساهمة أو مشاركة، contribution. contributor يعني مساهم أو مشارك، contributory يعني مساهم أو مشارك، this is the adjective contributory. inspire يعني يلهم، inspiration اللي هو الإلهام، inspiration. عندنا inspiring يعني ملهم، inspiring inspired ملهم برضو.
ملهم، طبعا ده ملهم أو ملهم. inspirational يعني تشجيعي أو تحفيزي، inspirational. lecture يعني يحاضر، lecture اللي هي محاضرة، lecture lecture يعني محاضر، lecture. physics اللي هي مادة الفيزياء، physicist يعني عالم فيزياء، physicist. physical يعني بدني، physical أو معناها مادي أو ملموس أو طبيعي أو فيزيائي. يبقى physics اللي هي الفيزياء، physicist اللي هو عالم فيزياء، physical اللي هو بدني أو جسدي، وعندنا physical يعني مادي أو ملموس. prejudice يعني يحرض على أو يؤثر سلبيا، prejudice. this is a verb. أما النون منها الاسم اللي هو prejudice أيضا، اللي هو تحيز أو تحمل أو ظلم. prejudiced، prejudiced يعني عنصر. prejudicial، prejudicial يعني ضار أو مؤذي. qualify يعني يتأهل، qualify جاي منها qualifications يعني مؤهل دراسي أو تخرج أو شهادة دراسية، qualification. qualified يعني حاصل على مؤهل. يبقى qualified يعني حاصل على مؤهل. لو جينا نشوف عندنا number one، professor أحمد أكرم أو A أكرم. professor A كريم is expert at physics. طبعا physics اللي هي الفيزياء نفسها، يبقى expert at physics. professor A أكرم is an expert في، طبعا هنا عايزين اللي هو التخصص بتاعه، يبقى an expert physicist يعني أخصائي فيزيائي. بروفيسور A كريم studies the physics اللي هو مادة الفيزياء، يبقى studies the physics ولا physical world around us. طبعا هنا كadjective يبقى physical world around us يعني العالم الفيزيائي. his criminal history has space his chance to get job. his criminal history has prejudiced his chance يعني تحيز لفرصة to get a job ليحصل على عمل. In the USA there is still some culture يعني في الولايات المتحدة يوجد أيضا بعض space against colored people يعني تحيز ضد الناس اللي طبعا colored في تفرقة في اللون. awarded عندنا ولا awarded ولا prejudice، طبعا هنا prejudice يعني تحيز أو تحامل ثقافي. we all appreciate scientists، كلنا بنقدر appreciate scientists contributions which have made our lives better. طبعا هنا contributions يعني إسهمتهم، this is the noun ده الاسم. scientists are the major space that made our lives better. scientists العلماء، طبعا هنا scientists contributors. scientists are the major contributors يعني طبعا مساهمون، contributors. scientists contribute the verb to the better life، طبعا هنا contribute لأن ده الفعل. I think the Egyptian team will space to the quarter final، هيتأهل لي، يبقى هنا qualify. طبعا هنا qualify يعني يتأهل. I think the Egyptian team will qualify. I expect the space of the Egyptian team to the quarter final. I expect the qualification اللي هو التأهل، qualification تأهل الفريق المصري. Do you think Omar is a highly space candidate qualified يعني مؤهل؟ طبعا هنا الadjective qualified يعني مؤهل. I was a space prize for my last novel. I was awarded. awarded يعني منحت جائزة. طبعا هنا الverb ايه؟ في صيغة البسف، يبقى awarded. he got the second actor award. award يعني منحة أو جائزة. بالنسبة لأهم expressions التعبيرات عندنا 2021 Australian Open، بطولة أستراليا المفتوحة 2021 Australian Open. a major tournament، a major tournament يعني بطولة كبرى، a major tournament بطولة كبرى. an equal amount of، an equal amount of يعني قدر كمية أو كمية متساوية من. an equal amount of. be honored with an award، be honored with an award يعني يتم تكريمه بمنحة أو بجائزة. fight through the obstacles، fight through the obstacles يعني يتحدى العقبات، fight through the obstacles. proud of يعني فخور بي. qualify as يعني يتأهل ك، طبعا وراها الوظيفة.
The Egyptian public, the Egyptian public اللي هو الجمهور المصري. The Egyptian public. The first round, the first round يعني الجولة الأولى. The first class order of science and artists, the first class order of science and artists وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى. The first class order, the first class order of science and artists. وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى اسمه إيه؟ The first class order of science and artists. be used to طبعا يعتاد على او get used to يعتاد على طبعا بدل used to بسبقة بجيت او بيت او be verb to be يبقى يعتاد او مألوف لدي grand slam tournament بطولة جرائد سلام grand slam tournament nuclear power يعني الطاقة النووية opening game او opening match يعني المباراة الافتتاحية opening game or opening match The mental side of competing. The mental side of competing. يعني الجانب الذهني في المنافسة. The mental side of competing. To be honest. To be honest. يعني صدقا أو الحق يقال. To be honest. Up until then. Up until then. يعني حتى ذلك الحين. Up until then. بالنسبة لي أهم البروبوزيشنز حروف الجر. Believe بيجي معاه حرف الجر إن دايما believe إن كاسم أو كفعل. يعني الفعل منها believe إن والنون believe برضو يعني مؤمن أو معتقد فيه برضو بيجي معاه حرف الجر إن. سواء believe verb أو noun بيجي معاها إن. Believe إن يعني مؤمن بيه. break down يعني يحطم او يتحطم break down contribute to يعني يساهم بي contribute to find out ممكن يجي مع حرف الجر about كمان يعني يكتشف او يعرف look up to يعني يقتدي او ينظر بإجلان look up to يقتدي بي move to ينقل الى name after يعني يسمى باسم او يسمى على اسم شخص My brother was honored يعني أخويا كرم an award in a science في science طبعا هنا was honored with I named my elder son أنا سميت ابن الأكبر after his uncle على اسم عمه يبقى هنا name after يعني يسمى باسم Many young people look up to يعني يقتدوا بمحمد صلاح as their role model كمثل أعلى يبقى اسمه يقتدي به look up to she is a remarkable Egyptian woman يعني سيدة مصرية بارزة who has broken down stereotypes يعني قضت على الأنماط أو الأفكار النمطية and prejudice demonstrating واحتجت that women's place in society is important ودور المرأة في المجتمع مهم they have contributed to contribute بجمع حرف الجر to completing the task يبقى complete or contribute to بالنسبة لآخر جزئية معنا clear the confusion يعني نلاحظ الفرق be proud of we أو to بتساوي take place أو take pride in يبقى be proud of طبعا of بيجي وراء اسم أو verb في ing أما to بيجي معاه infinitive معناه فخور بي بتساوي take pride in take pride in be proud of something or someone her parents are very proud of her أو be proud to do something طبعا قلنا to بيجي معاه الانفينيتيف I am proud to receive this award يعني أنا فخور بي طبعا تسلمي هذه الجائزة take or have pride in she takes or she has pride in her respectable family يعني عائلتها المحترمة reward يعني مكافأة أو يكافئ شخص reward I got a reward for coming first I got a reward for coming first يعني فزت بجائزة لطبعا كون الأول I was rewarded for coming first I was rewarded for coming first يبقى هنا got a reward بتساوي I was rewarded طبعا هنا مكافأة أو يكافئ شخص لكن award لها معنى اللي هو منحة دكتور زويل got an award for his great discovery طبعا فاز بجائزة في اكتشافه دكتور زويل was awarded for his يعني منح جائزة for or منح for his great discovery لفوزه يبقى هنا award كمنحة
اما لو انا كتبت كلمه و وفي مسافه هنا وورد، طبعا ده وورد الواحده فقط، وورد اللي هو عنبر في جناح او مستشفى، وورد W A R D. طبعا الايه هنا بيدل على انه مفرد يعني حاجه واحده فقط. There is a ward on the first floor of for patients with heart problems، يعني في عنبر في الدور الاول لمرضى القلب او مشكلات قلبيه. فهنا a ward معناها عنبر او جناح، أو طبعا هنا عنبر أو جناح في السجن أو المستشفى. كلمة ميديسن اللي هي الطب، طبعا هنا uncountable noun، دكتور عبد الله studies medicine يعني بيدرس طب at أسيوط University في جامعة أسيوط، أو معناها دواء وهنا اسم معدود. medicine the medicines I take have dangerous side effects، يعني له آثار جانبية. يبقى هنا medicines معناه دواء، وطبعا هنا countable noun يعني اسم عد. medical يعني طبي. doctors and nurses belong to the medical profession، يعني بينتموا للمهنة الطبية. بالنسبة لكلمة competition و tournament the difference، طبعا competition يعني مسابقة. a competition is an event يعني حدث، or situation موقف، where people groups يعني الناس والمجموعات، or teams الفرق، attempt to win يعني بيحاولوا يفوزوا، or establish superiority يعني اللي هو يكونوا فائقين، over others على الآخرين، التفوق على الآخرين. a competition يعني منافسة، can exist in sports ممكن تكون منافسة في الرياضة، business العمل، or any other field أو في أي مجال ممكن يكون في competition منافسة. أما التورنمنت في الرياضة فقط، يعني بنقول I won a prize in a short story competition في مسابقة قصة. There was fierce competition between الأهلي and Zamalek last week أو last year العام الماضي. طبعا هنا طبعا العام الماضي يبقى ايه، يبقى هنا طبعا مسابقة ما بين الفريقين. لكن لو احنا استخدمنا كلمة تورنمنت، قلنا تورنمنت يعني ايه، لكن تورنمنت قلنا بطولة مجمعة. a tournament is limited to sports يعني مقتصرة بالرياضة فقط. it's a formal series of sports competitions يعني مجموعة أو سلسلة رسمية من المسابقات الرياضية. that steadily eliminates يعني فيها قضاء people or teams الفرق until there is only one winner يعني الفرق أو الناس بيقضوا فيهم الألعاب لحد ما يوصل لواحد فريق فقط أو شخص واحد فقط. who is awarded a prize اللي بيفوز بالبرايز الجائزة. physicist طبعا هنا اللي هو person. بالنسبة لكلمة physicist and physician، physicist and physician يعني فيزيائي أو خبير في الفيزياء physicist، وفي عندنا physician اللي هو معالج. Einstein was a great physicist يعني يعني فيزيائي physicist. أما physician physician يعني طبيب معالج. Sama was ill and we had to call the physician يعني المعالج. I took part in the inter school literature طبعا champion بطولة ولا tournament ولا competition يعني منافسة. طبعا احنا قلنا tournament خاصة فقط بمين، خاصة بالألعاب الرياضية، ولكن competition تطلق لأي منافسة، فطبعا هنا competition فقط. I took part in the inter-school sports طبعا sports تنفع الاثنين، تنفع تبقى tournament وتنفع تبقى competition عندنا، لأن competition تطلق لأي أنواع منافسة، يبقى letter B and C. My father is a space my brother stick is takes bride ولا takes bride in ولا proud ولا proud of. طبعا my father proud of is proud of. my father طبعا هنا كفعل، takes bride of takes bride of ولا takes bride in ولا proud ولا proud of. قلنا عندنا اسمها takes bride takes bride in يعني فخور ب takes bride in. takes a bride in بيساوي proud of takes a bride in. I am proud to بدل عندنا فعل يبقى to be يبقى to مصدر يبقى to. a teacher's real space is when his or her students reach their goals. طبعا هنا a teacher's real award يعني الجائزة awarded rewarded reward. طبعا في عندنا فرق قلنا ما بين award يعني يمنح، وفي عندنا reward يعني يكافئ. فهنا a teacher's real reward يعني مكافأة.
لكن المنحة دي بتبقى رسمية. A teacher is rarely space when his or her students reach their goals. طبعا هنا rewarded يعني كافئ. محفوظ was spared the Nobel Prize. طبعا محفوظ was awarded يعني منح. طبعا دي جائزة رسمية. awarded يعني منح جائزة نوبل. I won a space for coming first in a sports competition. I won a award. Award يعني جائزة. I won award يعني منحت جائزة. ومن هنا وصلنا للجزء الخاص بـ studying vocab. وانتظروا إن شاء الله الجزء الخاص بالجرامر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.